وينضم إلينا من باريس الزميل خالد الخالد. خالد أهلا بك، ما هي أهم ما تضمنته كلمة المملكة اليوم أمام الجلسة الختامية لمؤتمر يونسكو العام؟ عن الكثير من المحاور تضمنتها كلمة المملكة العربية السعودية في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو اليوم، ولكن يمكن الحديث عن محورين أساسيين تضمنتهما الكلمة. المحور الأول وهو العرض الشامل للمسيرة الكبيرة التي خاضتها المملكة العربية السعودية في الارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي في عموم مدن المملكة. الوزير عرض أن المملكة العربية السعودية قدمت الكثير وما زالت تقدم الكثير من أجل تأهيل المعلمين، بناء البنى التحتية، بناء المدارس، بناء الجامعات، وكل ذلك يأتي انطلاقا من إيمان القيادة السياسية الحكيمة للمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أهمية العلم والثقافة لبناء المستقبل التنموي القائم على بناء الإنسان السعودي أولا وأخيرا. الوزير عرض للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية أيضا في الجانب الثقافي، حيث تشهد اليوم المملكة العربية السعودية نهضة ثقافية كبيرة في مختلف المدن. الوزير قدم إحصاءات واسعة عن مخرجات التعليم وعن الطلاب المبتعثين في مختلف الجامعات العالمية. كلمة الوزير أيضا أكدت عزم المملكة العربية السعودية على مواجهة وخوض المستقبل بخطى واضحة من خلال المحاور التي تضمنتها رؤية 2030، والتي تؤكد نية المملكة ورغبتها في تأسيس مستقبل تنموي يقوم على بناء الإنسان السعودي وربط سوق التعليم بسوق العمل ومتطلبات المستقبل. هذه الرؤية كما أكد الوزير تحتوي على الكثير من المحاور، وأن المملكة كرست كل الوسائل اللازمة من أجل إنجاح هذه الرؤية ومن أجل الوصول إلى بر الأمان، من خلال مثلا على سبيل المثال الوزير تحدث عن إطلاق برنامج التحول نحو التعليم الرقمي من خلال مشروع بوابة المستقبل. نعم. كما تحدث الوزير أيضا عن برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات، وتحدث عن الإطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية، وكثير من البرامج التي تمثل مصفوفة متكاملة تعدها المملكة العربية السعودية لخوض مستقبل تنموي يقوم على العلم والثقافة. هناك الكثير من الإحصاءات التي قدمها الوزير، وخصوصا إنفاق المملكة العربية السعودية على التعليم وعلى الثقافة. فالمملكة العربية السعودية تعد من أهم الدول التي تنفق على المستوى الإقليمي على التعليم، إدراكا منها لأهمية التعليم في تحصين المستقبل وفي بناء الشباب وفي بناء الإنسان السعودي. هناك الكثير من البرامج الثقافية والتعليمية التي تربط المملكة العربية السعودية. نعم. مع منظمة اليونسكو تحدث عنها الوزير، ومنها برامج إضافة المواقع التاريخية للمملكة. نعم الزميل. نعم. خالد الخالد، شكرا لك على هذه التغطية لكلمة المملكة أمام الجلسة الختامية لمؤتمر اليونسكو، شكرا جزيلا.